بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. السلام عليكم أصدقائي ورحمة الله وبركاته، في درس جديد إن شاء الله وموقع ربح جديد. اليوم إن شاء الله سوف أشرح شركة اسمها العندليب والإعلانات. هذه شركة جديدة قمت باكتشافها يعني. الآن سوف نمر إلى واجهة الشركة. هذه هي واجهة الشركة، سوف أقوم بتعريف الموقع. هذا هو اسم الشركة يعني كما ترون هنا. هنا كسر يعني قلنا كشاهد الإعلانات أو مسجل هنا مشاهدة الإعلانات. ما يعطيك إعلانات يعني تقوم بالنظر عليها. ثم عليك والنظر يعني على الإعلان. تنافذ هذه الشكل بعد اكمال الاعلان يعطيك البالانس الخاص بهذا الاعلان، يعني كم سعر الاعلان الذي حصلت عليه. الإعلان التالي نفس الحالة، صفر فاصلة صفر صفر سنت. أيضا تنظر إلى سوف بالتفصيل إن شاء الله شرح هذا الموقع، كيفية السحب منه، ما هو الحد الأدنى للسحب، وأي البنود يلعب إن شاء الله. خلاص من يسعد اصبح الان 500 سنت. ايضا نطمن
الموقع هو عبارة عن إعلانات يعني كما رأيتم كيفية العمل في هذا الموقع، وبالتالي ممكن تروا هنا القناص الخاص بي يصعد تدريجيا. الفقرة الأولى من الربح في هذا الموقع سوف أقوم بتعريف الموقع حقيقة من الفقرات لا أعرفها يعني. هنا أقوم بس أضيف أيضا إعلانات يعني هنا سوف أريكم البنود المقبولة لدى هذا الموقع وما هو الحد الأدنى للسحب. طبعا هنا يقول لك على الباي بال يمكنك أن تسحب 30 دولار الحد الأدنى للسحب، أما بيرك الثاني فيمكن لك أن تسحب 100 دولار وسوف تصدر أيضا نفس الحال، يعني هو يدعم ثلاث بنود فقط، باي بال وبيت اثنين وسول بوست. الحد الأدنى للسحب هو هذا هو 30 دولار باي بال وبيت اثنين 100 دولار وسول بوست أيضا 100 دولار. هذا هو كل ما نريد في الدرس هذا اليوم. أرجو أن يعجبكم الدرس وإن شاء الله في دروس قادمة سوف أريكم بعض المواقع الجديدة. وفي النهاية تقبلوا تحياتي من قناة تقني معلومات، أرجو منكم المشاركة ولايك.